انا قاعد تحت ومش هتحرك الا لما اشوفك قبل ما اخويا اللي مني والله العظيم احسن واحد بحب اقعد عنده. طب عايز ابات عندك والله بس ما رضيتش اتقل عليك يا اسطى. البيت بيتك يا اسطى حبيبي والله. بس انا زعلان منك ليه بس بقى يا اسطى؟ اعرف من عيالك بتكلم واحده وما تجيش تقول لي، ومشكله ان محدش فيكم عايز يعرفني. حد قال لك حاجه او لا؟ مشكله ان محدش عايز يقول لي. طب قشطه انا بحكي لك يا معكي. بس انا سمعت كده طرطيش كلام انك بتكلم اخته هتسحب، وانا الصراحه بقى عايز اعرف مين المغفل ده. هو فعلا مغفل؟ قشطه استر عليه دلوقتي. يعني كانت اختي وانت ذبحتك يا صاحب. اختك اختي وحبيبتك تحرم عليا ثواني عشان هي بترن عليا دلوقتي. ايه يا حبيبتي؟ حبيبتك ايه؟ في مصيبه؟ ايه بس اللي حصل؟ اخويا عارف اني مرتبطه بيك. بالله عليك خليك جاي عنده اليومين دول. ايه يا ابني بتقعد لسه جاي؟ اصل امي كانت عايزه كيس شعريه فلازم اروح اجيبه دلوقتي، مش عارف اكل غير لما اجيبه. يعني هي المكالمه دي خوفتك كده ليه؟ هو صاحبنا المغفل عرف ولا ايه؟ مش عارف. اه عارف. بس هو عارف ازاي وانت كنت لسه بتقول عليه انه مغفل؟ لا 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 ده راجل جدع جدا. الواد ده راجل وانا بحترمه وانت بتحترمه برضو. يعني راجل راجل وجدع وسايبك تمشي مع اخته؟ لا يا عم انا ماشي معاه والله بالادب والاحترام. يا عم مش بعمل حاجه. ادب واحترام يا ابني؟ انتوا ماشيين مع بعض في الازهر. والله العظيم بحبك. بس انا زعلان منك يا صاحبي. ليه ليه؟ لا لا حقيقي زعلان منك. ليه؟ عشان انت خدتني. والله كنت هقول لك. لا خدتني. والله كنت هقول لك. لا يا ولا تطلع انت واصحابي اسكندريه، محدش فيكم يقول لي. بس ده اللي مزعلك؟ لا طبعا مش ده بس اللي مزعلني. وانت عارف عملت كويس وانا جاي اخد شرفي دلوقتي. لا والله ما انا مستاهل. لا انا مستاهل والله ما انا مستاهل. لا انت تعمل ايه؟ هتضحك. لا هتضحك جميل يا صاحبي فيفا، عشان لما كنا في اسكندريه انت كسبتني وانا جاي اخد حقي منك دلوقتي. يا عم الله يحرقك ويحرق فيفا. بص اوبا عشان انت تعبت لي اعصابي من الصبح انا عايز اعترف انا بخونك. ايه؟ ايوه انا بكلم يا رب تعب الاعصاب. ثواني بقى اما اكلمها. الو سم لا دي دايره معاك وهبل. اقفلي يا بنتي المنصوري يا معفنه، مش هشوف وشك تاني. بنت المنصوري ده اسم عيلتي. مش ناقصه دراما، عيلتك دخلت جدول بقى بتشيتم باسمها عادي. فكك بقى عشان انتوا كلتوا دماغي من الصبح. طب ينفع تكمل لي تقول انت خنتني في ايه؟ يا عم طلعنا يوم تاني من غيرك في اسكندريه. اقعد بقى يا واطي يا مغفل. بس اكيد مش مغفل اكتر من صاحبنا اللي انت بتكلم اخته. يا مغفل تاني. لا يا صاحبي انت المغفل عشان انا بكلم اخته. كلمة تمرير. ما انت تافه زي اختك بالظبط. طب ما تشتمش بالاخت. طيب انا عايز اعرف مين المغفل ده. انت عارف انت عملت ايه؟ انت بتوعد بيتكلم.